أنتم في عيوننا نحترمكم ونقدركم، فتحية لكم أيها الأبطال. فضلكم علينا كبير وأجركم عند الله عظيم. كما نغتنم هذه الفرصة لتقديم آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية لله جلالة الملك محمد السادس أمام الله
الناس اللي خرجوا تفاعلوا بكل كلهم عطاو مطابقه وعطاو شيء.
بين هذه اللحظات هنا في قلب جامعة المشرب والقصبة بالتكريم واعتراف بعمل النظافة هنا على مستوى التراب التراب كما شاهدتم متابعه معنا المتتبعين من خلال هذه المباشره في هذه اللحظات فاحنا في قلب الملحقه الاداريه لمشروب القصبة لان اللحظه لحظه خاصه ولحظه يعني استثنائيه بخصوص عمال النظافه اليوم اللي الان يعني هذه تم التكريم ديالهم على بخصوص المجهودات اللي قاموا بها كما تتبع معنا متتبعينا في اللحظات احنا بقلب قاعة الاجتماعات لجامعة المشرب والقصبة كما تتبع معنا فالحضور يعني تشوفوا بانه هذا هو العدد ديال الحضور ديال رجال النظافة اللي يتم تكريمه يعني المجهودات اللي قاموا بها خلال يوم العيد بالضبط و يعني انهم يعني ضحوا بشكل كبير باش انهم يحافظوا على النظافة والرونق ديال الجامعات اليوم هذه لحظة يعني لحظة مميزة في تنظيف الشوارع والممرات او جميع
أكثر المساهمة في تحسين جودة الحياة الساكنة. لو تريدني أن أوجه الشكر الخاص لكم ولإدارتكم على رؤيتكم لاستبدال جولة منكم القريب بعنوان النقابة. نجدد به التزامنا وعزمنا على مواصلة العمل الشاق والمثابرة لتحقيق جماعة نظيفة وجميلة. شكرا. اليوم خاص بعمال النظافة على مستوى الملحق الإداري المشهور القصبة المدى التابعة معي خلال الهاتف المباشر الآن. السلام عليكم أيها الأخوة سيدي النجاح محترم سيدي الرئيس المحترم أعضاء الجامعة المحترمة ديال التكريم والاحتفال بعمال النظافه على المجهودات التي يقوموا بها من خلال النظافه يعني العمل المتواصل طيله ايام العيد كما تتبع معنا من خلال الهاتف المباشر. يعني والان كما تشوفوا باش المنطقه لهذه قم تسليم شهاده شكر وتقدير لعام النظافه شكرا وتقدير من ذات المنطقة إلى أحد عمال النظافة على مستوى المشروع القصبة. إذا ما بقى لنا إلا نشكركم. شكرا لكم. الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. إذن
يعني الان كما سبق وذكرت بان شهدت شكر وتقدير وحق هاد الناس هادو اللي تقدموا مجهودات كبيره في النظافه على مستوى المقاطعه المشروع القصبه كما تتابع معنا. مقدر شكركم، شكرا لكم، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه.